إطلالة باهية مشاهدينا الكرام لهذا الجبل العملاق الذي أحبه، إنه الجبل العملاق. يا سادة يا كرام، إطلالة باهية. للأسف هاد الصورة مع شجر الزيتون حجبت عنا المشاهدة للجبل أبي هلال. الله، كم مرت الليالي والأيام الطوال في هذا الجبل، عشت أجمل لحظات في هذا الجبل العملاق لمدينة وزان، لألف حكاية وحكاية ورواية مع جبل أبي هلال. هانا الله يبارك، صورة جميلة جميلة حلوة قوي من بعد ما جينا من البريكشا. هانا هنشوفوا الزوين. ها هو سيدي، ها وزوين، وقلبوا حنين. جبل أبي هلال، يا جبل كيف حالك؟ أحبك يا جبل أبي هلال.